كلما كان الإنسان أكثر تسبيحا وتهليلا جعل الله تعالى له الخير يساق إليه سوقا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. ايش يضرك ما دام انك فارغ؟ سبح وهلل يا اخي. واحد واقف عند مطعم، واقف عند مخبز، واقف عند بقاله، اراد انه ينام، انتبه لا تفوت لحظه الا وانت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من اراد ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. ويقول الحسن البصري رحمه الله ايضا، يقول: اما يستحي احدكم، اما يخجل اذا لقي الله تعالى ثم نظر في صحيفته فاذا عامة ما فيها ليس من ذكر الله؟ يعني يوم القيامة تعرض عليك صحيفة هذا اليوم فاذا فيها مثلا 10,000 كلمة فرضا تكلمت بها، واذا كل صفحة فيها 1,000 كلمة وتبحث ما فيه استغفر الله، سبحان الله، الله اكبر، كل كلام فارغ ما ينفع. يقول الحسن البصري: ما يستحي الواحد يقف بين يدي الله بهالصحيفة وقد آتاه الله تعالى لسانا ناطقا وعقلا بالغا وجعل عنده قدرة، ومع ذلك ما يسبح ولا يهلل، ما يستحي أن يكون أكثر ما في صحيفة ليس من ذكر الله. هذا الذكر وهذه فضائله. وختاما، الذكر أيها الإخوة والأخوات أنواع. في ذكر مطلق، يعني تذكر الله صباح مساء ليل عند نومك عند استيقاظك، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. انك تقول دائما سبحان الله وبحمده، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ما جزاؤه؟ كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يا جماعة أيضا من فضائل مثل هذا الذكر، أن يكون الإنسان يقوله، وهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قاله الإنسان لا يستغرق من أكثر من 10 دقائق 100 مرة، وكلما زاد الإنسان فهو أفضل. هذا من الذكر. من الذكر الفاضل أذكار مقيدة، مثل ذكر مقيد بعد الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 ما جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذه طبعا لا، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 أيضا، هذه 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.